تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الفطير المشلتت عايزك تعمليه في البيت بطريقه بسيطه على عين البوتاجاز اللي هو 4 عيون 5 عيون، ربنا يزيدك يا رب، مش هنتكلم على نوع البوتاجاز، او تعمليه في الفرن العادي الكهرباء اللي موجود. ولكن لما نرجع لزمن الفطير والزمن الجميل، لازم الفرن كان بيتعمل ويتولع بالقش الرز، احنا عارفين الكلام ده، والسمنه البلدي، ونشم ريحه الفطير واحنا داخلين على الشارع، ده كان موضوع كبير جدا. والسمنه البلدي تنها في ايدينا وطعمها كده في ايدينا لغايه لما يوم وتاني يوم كمان. فطير مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله، دقيق، رشه ملح، رشه سكر، معلقتين زيت، ميه دافيه، ما بياخدش خميره. وتقدري انك انت تخمريه، يعني قعد فتره بعد ما بتخلطي المقادير دي كلها مع بعضيها وتعجنيها كويس. طبعا احنا اختصرنا الوقت ده كله مع بعضه وعملنا العجينه مع بعض عشان نقدر في وقت الحلقه نشوف كذا صنف مع بعض. العجينه مكوناتها على الشاشه، ولكن الحشوات بقى حسب ما انت حابه، جبنه، عندك سجق، عندك سوسيز، عندك زيتون، جبنه رومي، فلفله ملونه خضراء زي ما اولادك بيحبوا، جبنه قريش، بيض. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، أكلة مصرية لها التراث المصري من زمان وقديم الزمان، الفطير المشلتت. المقادير بسيطة وسهلة. المقادير على الشاشة: دي زيت، سمنة بلدي طبعا لازم تكون اللي جايباها حماتك وجاية تزورك آخر الأسبوع، ما بتخشش الست الطيبة بإيدها فاضية، يا سمنه بلدي، يا عسل اسود، الحاجات الجميله دي من ريحه الريف المصري والصعيد المصري. ادي الفطيره اهيت، العجينه تتقسط كده، دي لغه الناس اللي هم الخبازين او البكر، يعني يقول لك قسطنا العجينه بالشكل ده كده، اهو تقريبا تقريبا يعني بتبقى بالشكل ده كده او اكبر شويه حسب سعرها. انا بتكلم على المطاعم اللي بتبيع الفطير المشلتت، ولكن انت في البيت مش هتبيعي، انت هتعملي فطيره، فقطعيه بالشكل ده كده بقى لطيف وجميل بعد ما بتعجني العجينه وتسيبيها تتخمر اقل حاجه ساعه زمن. واحنا اخواننا بتوع الفطير تلاقيهم مخمرين العجين وحاطينه تحت كده في الاستنداد تحت، يطلعوا ويشتغلوا ويفردوا. احنا طبعا عاملين كميه مع بعض وهنشوف ازاي نعمل الفطير المشلتت ونفرده ونخبزه على عين البوتاجاز واحنا شغالين مع بعض. بس خلونا اوسع كده علشان نبدا نفرد الفطيره. ولكن للامانه يعني اخواننا بتوع الفطير المشلتت ربنا سبحانه وتعالى محل اللقمه بتاعتهم، وتلاقي يفرد العجينه ويطلع بقى فوق الجو ده كله، وهو اذا ما عملش كده ما يبقاش فطاطري، خلوا بالكم. ادي العجينه اهيت فردينها شويه، اللهم صل على النبي. حلو، وعندنا العجينه دي كمان. طب هتخبزه ازاي يا مغازي؟ في صينيه وطاسه على عين البوتاجاز واحنا مع بعض كده، واحده واحده، كمان دي، اللهم صل على النبي. ده الفطير المشلتت، هنفرد ده مع بعض. طب فطير المشلتت ما بيتفردش بدقيق، بيتفرد بزيت، يعني العجينه بتستخدمي دايما الراجل الفطاطري بتلاقيه قدام الرخامه، ودايما محل الفطير، دايما محل الفطير يا شباب بتلاقوا رخامه كبيره كده، والرخامه هي عنوان محل الفطير، جايب انا احسن انواع الرخام وحاططها وقاعد بقى شغال ويفرد العجينه والجو ده كله. احنا طبعا مش هنوصل للمرحله دي عشان ربنا بيحلل اللقمه بتاعت كل واحد. ادي العجينه اهي زي الفل، شفتوا العجينه بتفرد بالشكل ده كده، هنفرد مع بعض دلوقتي. بس انا وانا عايز وانا بفرد يساوي ايه، واحده كده على النار واحنا شغالين مع بعض. دي ممكن نعملها دلوقتي مع بعض فطيره حلوه بالشكل ده كده اهي، ادي واحده، نيجي في قلب التانيه دي كده، نحطها كده ونحط الحشوه في قلبيها. وعلى فكره انا هعمل الفطيره النهارده كمان مره واحده مقليه في الزيت، يعني شوف ممكن نعمل فطيره مقليه زي البوريك كده، محشيه زي الفل. هو طبعا انت عايز واحده حلوه، معانا فراوله، نعمل واحده بالفراوله بالشكل ده كده اهو، معانا فراوله زي الفل. وبعد ما تطلع من قلب النار نحط عليها يا عم الشيف شويه شوكولاته، او نحط عليها كمان صوص فراوله زي ما احنا حابين. دي فراوله اهيت، تغيير يعني، هنحط الفراوله في قلب العجينه كده. ممكن تحطي موز، معانا موز برضه هنحط اهو. فطيره حلوه جميله، الفراوله دلوقتي الموسم بتاعها. تاني مقادير العجينه هقولها لحضراتكم: 3 كوبايات دقيق، بياخدوا معلقه صغيره من الملح، معلقه سكر، معلقتين زيت،
بنعجن العجينه بميه دافيه، بعد ما بتتعجن بميه دافيه يا عم الشيف ونخدم عليها في العجين كويس، بنعمل ايه؟ بنخليها على جنب كده لمده ساعه زمن، وبعدين نقصتها بالشكل الحلو. شفت العجينه اهي دي كده اللي هتاخد الحشو زي الفل، ادوس عليها كده بايديا نفس القصه كده هنا اهو اهو اهو، والمها كده ادي العجينه زي الفل. دي واحده من الفطاير عايز اخبزها. اخبزها ازاي؟ طاسه صغيره زي دي كده اهي على النار بشويه زيت صغيرين، متكتريش الزيت علشان ما تتحمرش منك قبل ما تستوي، لان من اسرار عمل الفطير الحادي او الحلو لازم العجينه تكون مستويه من جوه. الله اهو، عايزاها بقى تستوي بسرعه، هقول لك على طريقه دلوقتي سهله. نهدي النار كده خالص، الطاسه بتاعتك ما تكونش سخنه، حلو، ونجيب غطا زي ده كده. تفاصيل صغيره يا عم الشيف ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اهو، طب بتغطيها ليه؟ طب بتعمل اكله عشان البخار يبدا يخش جوه العجينه والفراوله تحل، تبقى جوه الفطيره مستويه. الفطيره دي هتطلع من قلب النار، بنقطعها بالسكينه ونحط عليها صوص فراوله، ونحط عليها صوص شوكولاه، تحط عليها عسل اسود، تحط عليها شربات، تحط عليها سكر بودر زي ما انت عايز. دي واحده من ضمن الفطير. نعمين يا غالي، اهي عيني، حاضر العب. اهي خدتش وقت على طول اهي، بس ونغطيها بالشكل ده كده ونهد النار شويه واحده واحده. اهو تمام، تعالوا مع بعض نعمل واحده حادق. واحنا مع بعض معانا سجق ومعانا جبنه، والجبنه الرومي عنوان الفطير المشلتت. عايزينها بالموزاريلا نعملها بالموزاريلا. ادي العجينه تفرد كده اهو، تعرفي العجينه حلوه معاك ازاي لما تفردها بايدك كده وتمط معاكي زي الايه؟ زي الاستك. بتاخد الرخامه وتنزل من على الرخامه، والفطاطر بقى يرفعها في السقف فوق، تنزل باللمده باللمبه مع النجفه. حلو. وادي واحده كمان يا عم الشيف، تعالوا نعملها مع بعض حادق. نعملها حادق مع بعض ازاي؟ شويه جبنه، حلو، شويه سجق او سوسيز، منه الفراخ ومنه اللحمه بالشكل ده كده، شويه زيتون اذا انت حبه، شويه فلفل رومي اذا انت حبه، ده اختياري اهو، فلفل ملون الاولاد بيحبوه. ادي الفطيره مقادير كده، ونقفل اول حاجه كده اهو بالشكل ده كده نفس القصه، حلو، وندوس جامد كده وناخد دي كده نطيها جامد اهو، قفلت عليها كلها اهو نفس القصه، لمها كده وتقفل عليها كلها نفس الموضوع، تشم كده وتقفل عليها كلها نفس القصه وتقفل عليها كلها. اصبحت العجينه زي الفل. معانا واحده في النار بتستوي، تعالوا مع بعض الكبيرة دي بقى الحلوة دي الحادي دي اهي زي ما هي اهي، بتضغط عليها بالراحة كده عشان العجينة تريح. الناعمين يا غالي اهو زي الفل، ناخد دي كده هنا على النار دي كده اهو، هوبا يلا شوية زيت صغيرين. يعني هو الفطير مش عايز زيت كتير في التسوية تحت اهو، زي ما انا عملتها كده دلوقتي اهو، شفتي اهي شفتي، وتسيبيها على نار هادية. أول ما تاخد الشكل ده كده هدي النار عليها زي الفل. عملنا واحدة نقطعها مع بعض على البلانشة بتاعتنا على السريع. اللهم صل على النبي. خلي بالك مهم جدا وانت شغالة تحط في الاعتبار انك تقدم الفطير بالفليفر والطعم اللي اولادك بيحبوه، وليكن مثلا عايزة تعمليه بالعسل، عايزة تعمليه بالشوكولاتة حسب الرغبة. ادي واحدة اهيت زي الفل، بناخدها كده بالسكينة. أنا بسهل لك الموضوع علشان تقدري إنك أنت تعملي لأولادك الحاجات اللي بيحبوا. أدي واحدة مثلا أهي، الله، ونرصها كده يا عم الشيف. شفت الفراولة طالعة من قلبها إزاي؟ أهو، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أهو معانا صوص شوكولا، ننزل عليها بصوص الشوكولا، وأدي فطيرة خدتش منك وقت، واحلى فطار الصبح لاولادك قبل ما يروحوا على المدرسه قبل ما يروحوا على النادي حسب الرغبه. ادي فطيره بالشوكولاته، حابه تحط عليها صوص فراوله
معانا صوص فراوله. حلو الكلام. بما ان هي معموله بالفراوله، ادي فراوله اهيت وتلونها كده. الاولاد يحبوا الحاجات دي على فكره، التفاصيل دي بيحبوها الاولاد. اه رحت محل كلها كده هتدفع فيها الشيء الفلاني. اه ادي فطيره صغيره اهيت اتعملت في اقل من دقائق معدوده، ممكن تحط عليها سكر بودر حسب الرغبه. احنا معانا طبعا وقت هنخبز كذا فطيره مع بعض واحنا شغالين كده زي الفل.